السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم راح ناخذ تجربة أو نكمل سلسلة التجارب السابقة لمادة الكنترول سيستم. بهذه التجربة أو التجربة الأولى اليوم، مثلا إذا عدنا مثل ما كنا نشرح سابقا، دائما الكنترول سيستمز يبدي من علاقات فيزيائية بين مدخلات وبين مخرجات. هذه العلاقات الفيزيائية تترتب على شكل differential equations، على شكل معادلات تفاضلية، وهذه المعادلات التفاضلية تحول بواسطة لابلاس إلى الS domain، ومن خلال علاقة الS domain نقدر نرتب البلوك دايجرام مثل ما نشوف بالصورة التالية. يعني هذا البلوك دايجرام هو عبارة عن تمثيل in terms of block diagrams للشكل اللي موجود هنا. هذا الشكل اللي موجود تشوفونه حضراتكم هو عبارة عن طبيب عيون يستعمل جهاز معين، هذا الجهاز المعين يفحص به الايز او العيون بتاع الخاصة بالمريض. فهذه الحلقة كنترولر يروح الى الكاميرا، وهنا ليزر سيستم، هذا طبعا ارجون ليزر وغيرها. هذه التشكيله، هذه الكومبينيشن اوف يونتس اللي نسميه، يعني مجموعه اليونتس الوحدات اللي تشكل ما يسمى بالكنترول سيستم، هذه نقدر نمثلها على شكل بلوك دايجرام، وكل بلوك دايجرام يمثل كومبوننت من هذه الكومبوننت او جزء من السيستم. وطبعا هذا السيستم مثل ما نشوفه هنا، بس خليني اتاكد المساله انه الصوت واضح. هذا السيستم هذا اللي موجود، طبعا اي واحد الصوت ما واضح عنده او فد شيء راسا ينطيني خبر من الماتلاب. هذا السيستم يتكون من كي اللي هو جين نسميه، مختصري بهذا الشكل فقط. هسه ما يهمنا شنو ما وراء الكي او ليش صار الكي، الاهم شيء عندنا انه هذا هو السيستم اللي موجود هنا، يتكون من هذه الترانسفير فونكشن اللي عبارة عن كي، وهذا الديستربنس اللي ده يدخل هنا، والكاميرا والليزر الترانسفير فونكشن الخاصة بهم هي بالشكل التالي مثل ما موجود هنا. احنا ما يهمنا شلون اجت هذه 2 على اس اس زائد 1 اس زائد 4، وما يهمنا الكي منين اجت، مجرد انه يعني المؤلف انطانا علم بأنه هذه الدائرة هي عبارة عن التمثيل البلوك دايجرام للسيستم اللي موجود هنا بهذا الشكل. الديستربنس اللي موجود هنا، طبعا الديستربنس ما قلنا راندوم وبيوند اور كنترول، بمعنى أنه عشوائي وخارج سيطرتنا، فما رح ناخذه بنظر الاعتبار. احنا فقط نريد نشوف الريسبونس الخاصة بهذا السيستم لما يصير هناك حدث معين، بغض النظر عن حدث معين نعرفه من عرفه، المهم اذا صار في شيء بالكنترول سيستم كيف رح يستجيب لهذا الشكل. فعندنا الانبوت ار اوف اس، هذا الكنترول الكي بغض النظر ايش قد قيمته، وهذا الكاميرا والليزر ممثليهم بهذا الشيء. هسه هذول نريد نسويهم هنا بالماتلاب. هذا السيستم نريد نسوي له سيميوليشن بالسيميولينك اللي موجود هنا. اول شيء عندنا تو ترانسفير فانكشن، 2، هذه ترانسفير فانكشن الاولى وهذه ترانسفير فانكشن الثانيه. خلى علي الصوت جيد. فإذن يجب أن نخلي هنا two transfer function 2، تمام، والانبوت يونت ستيب فونكشن
والاوتبوت هذا، وهذا التي دي اللي هو ديستربنس نلغي حاليا، يعني فقط حتى نقول انه هذه الدائره بها ديستربنس موجود، بس بالسيميليشن ما حاجه نقول اكو ديستربنس. ف لحظه شفتنا، فهذه الكنترولر سيميلينك لايبراري وشغلها. احنا شو نريد؟ نريد ترانسفير فانكشن اثنين موجودات، بس راح اوقف الشيرنج وخلي الشيرنج على الماتلاب على مود تكون الصوره واضحه. بس خلي قبل لا اغلق هذه، احنا هذا السيستم هذا اللي موجود راح نسوي له سيميليشن بالشكل الثاني بالماتلاب اقصد. بس نتاكد زين، هذا الماتلاب مثل ما عرفه وهذا السيمينك لايبرري، شنو نحتاج؟ نحتاج اثنين ترانسفير فونكشن. الترانسفير فونكشن الاولى اللي هي الكي، والترانسفير فونكشن الثانيه اثنين على اس في الاس زائد واحد في الاس زائد اربعه. طبعا الماتلاب ما يقبل هذه الترانسفير فونكشن باقواس، فيجب ان نضربهم ونشوف نتيجتهم شنو. فهذه اذا نشوفها يعني هسه شنو عندنا؟ احنا عندنا اثنين على اس الاس زائد واحد مضروبه في الاس زائد اربعه، فيجب ان نشوف او نحسب حاصل ذول ايش قد. يعني اس زائد واحد في الاس زائد اربعه شو يساوي؟ اس تربيع زائد اس واربعه اس خمسه اس زائد واحد واربعه اربعه، كله مضروب بالاس، فراح يصير اس اس ثلاثه زائد خمسه اس تربيع زائد اربعه اس. هذه ترانسفير المقام الداله الانتقاليه، بمعنى هذه الكاميرا عند ليزر راح يصير ترانسفير فونكشن الخاصه به هي 2 على اس اس 3 زائد 5 اس تربيع زائد 4 اس. خلينا نخلي المايك حتى تصير الامور افضل. اوكي، فهسه نجي نخلي الترانسفير فونكشن عباره عن كي الاولى، احنا راح نختار قيمتها، والثاني هو عباره عن 2 على اس اس 3 زائد 5 اس تربيع زائد 4 اس. فانت لا تستغرب بالامتحان اذا جبت لك دائره بهذا الشكل، زين؟ المفروض تنتبه لي وشوف يقول شلون نسويها. حتى لو هذه اللي ترانسفير فانكشن هذه اللي موجوده ما مبسطه، انت تبسطها وتشوف حاصل الاقواس ايش قد، وتخليها بالنهايه عباره عن حدود فقط، اي بدون اي اقواس. فنروح للماتلاب السيميولينك لايبرري. اول ما نجي نحتاج السورس او السورس، نعم نحتاج ترانسفير فانكشن. هذا قد الاصدار ما موجود نفس اللي عندكم، بس هو نفس الشيء، ولا نفس الشيء. نختار الستيب فانكشن بهذا الشكل، اد بعد الستيب فانكشن. بعد شنو نحتاج؟ نحتاج اثنين ترانسفير فانكشن، تمام. ترانسفير فانكشن بالامتحان بعضكم غلط مثلا، شو يجيب؟ يجيب لي مثلا ترانسفير فانكشن هذه ويخليها هنا ويحاول يغير وماكو فايده. يجي ما تركزون انه يعني بدراستنا بهذه المرحله نحتاج هذه اللي ترانسفير فانكشن، مكتوب ترانسفير فانكشن، لا انتجريتر ولا ديريفيتيف ولا انتجريتر هنا ولا ليميتد ولا فد شيء، بنركز على هذا الشيء فقط. ناخذ ترانسفير فانكشن اجت، نقدر بعدين داخل السيميلينك نسوي لها كوبي اند بيست، مو مشكله. وشنو نحتاج؟ نحتاج
السكوب مو صحيح، السينك نحتاج هذا السكوب نضيف له اد. وشنو نحتاج بعد؟ نحتاج الادر اللي هو بالماث اوبريشن. نجي للماث اوبريشن هذا، وبعدين احنا راح نسوي بوزيتيف نيجاتيف او نسوي نيجاتيف فيدباك. بس هذه الترانسفير فانكشن، خل احاول اجيب هذه حتى نصمم هذا السيستم بالسيميولينك. وين راح؟ صفحة 23 نصمم هذا السيستم. هسه هذه شنو صارت؟ صارت 2 على اس اس 3 زائد 5 اس تربيع زائد 4 اس. يعني ماذا احاول اخلي الصورتين حتى تشوفوا ايش دي يصير. يا الله 23 تمام ان شاء الله تمام. عيني هذا الادر نكبره بهذا الشكل، نضغط عليه، هذه البوزيتيف نسويها نيجاتيف ماينس، ولا ابلاي صار بوزيتيف نيجاتيف. السكوب هنا هذه ترانسفير فانكشن، هذه اليونت ستيب بهذا الشكل. طبعا هذه نسوي لها كوبي او نفسه بالكيبورد كنترول سي كنترول في أو اثنين بهذا الشكل. وهذا اليونت ستيبل انبوت نوصلهم، نوصل هذول هنا زين. هذا الكي اللي موجود هنا فرضا خلينا نعطيه قيمه هون دي واحد واحد على واحد. بس اذكركم بهذا الشيء، اي ترانسفير فانكشن نضغط عليها هذا البسط وهذا المقام، البسط والمقام بدلاله الاس نفس القاعده، لكن يجب ان يكون اس او عفوا يجب ان يكون اس الاس المقام دائما مساوي او اعلى. يعني ما يصير هنا تخلي اس اس 2 كبسط وهنا اس اس 1 كمقام. هذا البسط المقام الاسات اللي فيه اعلى اس يجب ان يكون اعلى من هذا او يساوي. تمام؟ فاحنا شنو نريد؟ نريد واحد، فخلينا واحد هنا. وهنا شنو نريد؟ نريد هم واحد. فكانه نلغي شكو شيء بالاس مضروب بالاس، نخليه صفر ونخلي العدد المطلق او الحد اللي بدون اس عباره عن واحد، فراح يصير عندنا واحد بهذا الشكل. ورجاء اي سؤال ممكن تستوقفني. الثانية هي عبارة عن اثنين، البسط هو عبارة عن 2 نخليه 2، والمقام شنو عندنا؟ عندنا اس اس 3 هنبديها واحدة واحدة، خلينا نلغي هذا. عندنا اس اس 3 معاملها واحد، عندنا اس اس 2 معاملها 5 فراغ، عندنا اس اس 1 معاملها 4، وحد مطلق ما عندنا نخليه صفر. خلينا نجرب واذا خطا نعيدها. صارت بهذا الشكل تمام.
شنو سوينا الشباب هنا؟ احنا نحتاج اس اس 3 زائدا 5 اس تربيع زائدا 4 اس وهنا 2. بمعنى كم حد عندنا المفروض يصير بالبسط والمقام او هنا؟ اربع حدود، واحد منهم صفر. ليش؟ لان زائد في شيء صفر، يعني ما عندنا زائد 3 زائد 4 زائد في شيء بدون اس، ما موجود صفر فنخليه صفر. القاعده بهاي الامور شنو؟ ايش قد عندك عدد الحدود هنا يصير عدد الارقام، بغض النظر ايش قد هسه 2 3 4. هنا عندك 4 تخلي هنا 4، عندك 3 حدود مبدئيا شلون نعرف نشكلها؟ مبدئيا عندك 3 حدود تخلي 3 ارقام، عندك 5 حدود تخلي 5 ارقام، عندك 10 حدود تخلي 10 ارقام. هنا هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، أي معامل من المعاملات الكوفيشنت موجود هنا تخلي بدل الرقم هنا. يعني هسه الأس أس 3 معاملها 1 خلينا 1، الأس أس 2 معاملها 5 خلينا 5، الأس أس 1 معاملها 4 خلينا 4. الحد المطلق او الحد الحر الفري اللي ما بي اس ما موجود خلينا صفر هنا. تمام عيني؟ نعيدها. اذا عدد الارقام هنا مبدئيا عدد الارقام هنا يساوي لنا عدد الحدود. شنو هنا الارقام اللي نكتبهم؟ هي الاشياء اللي مضروبه بالاس هنا. عدد الارقام يساوي لنا عدد الحدود. شنو هذول الارقام؟ هي الاعداد اللي مضروبه بالاس هنا. إذا موجود عدد أو إذا ما موجود حد معين من الأس نخلي بداله صفر. شوف بس هنا ما عندي زائد في شيء خليته صفر هنا. لو فرضا الأس أس 2 ما موجود هنا، يعني موجود أس أس 3 زائدا 4 أس، شو خلي بدال الأس أس 2؟ شو نخليه؟ نخليه صفر، يعني يصير 1 0 4 0. إذا فرضاً الأربعة أس ما موجودة، شنو أخلي؟ أخلي بدل الأربعة صفر. زين؟ يعني يسأل السؤال، كم عدد الأرقام هنا بعدد الحدود؟ شلون أعرف عدد الحدود؟ من الأسس، يعني هنا أس أس 3 معناته عندي، أكيد عندي أس أس 3، عندي أس تربيع، وعندي أس، وعندي فد شي بعد، يعني أربعة. نقدر نخلي قاعدة، عدد الحدود هنا هو أعلى أس زائد 1. تمام؟ يعني أعلى أس إشقد عندنا؟ 3. فإذا عدد الحدود إشقد؟ أعلى أس إشقد؟ 3 زائد 1 أربع حدود، أربع أرقام عفوا. والرقم اللي ما موجود أو الحد اللي ما موجود معناته تمام؟ بصير الأمور بهذا الشكل. وعندنا فيدباك هنا لا ننسى. هذا الفيدباك موجود هنا. بس تقريبا كملنا هذا تمام. شوف the presentation. اوكي. فقلنا هذه الدائرة عيني. وسوينا لها simulation هنا. ما اعرف الظاهر كان الخط مقطوع. خلينا نعيدها على السريع. هذا الكي اعتبرناه واحد احنا، بعدين راح نغيره او يعطينا بالسؤال غيره. هذه 2 على هذه الاقواس ضربناها فصار اس تربيع زائدا يمي بالورقه اس اس 3 زائد 5 اس تربيع زائدا 4 اس. سويناها هنا مثل ما مطلوب بهذا الشكل. البسط خليناه 2 والمقام عدد الارقام هنا يساوي عدد الحدود هنا.
شلون نعرف عدد الحدود هنا؟ هو اعلى اس زائد واحد، ايش قد اعلى اس؟ ثلاثة زائد واحد، اذا لازم عندنا اربع ارقام هنا. هذه الارقام شنو تمثل؟ هذه الارقام تمثل الاعداد المضروبة بالاسات هنا. اذا اس من الاسات ما موجود نخلي بداله صفر. تمام. فس احنا عندنا اس اس ثلاثة معاملها واحد، خلينا واحد. ها اول شيء كم حد؟ اربعة. ليش؟ يعني عندنا على اس ثلاثة زائد واحد اربعة، اذا صار اربعة حدود. هاي طريقة. او طريقة ثانية، ما تشوف اس اس ثلاثة معناته اكيد اكو اس اس ثلاثة واكو اس اس اثنين واكو اس اس واحد واكو اس اس صفر اللي هي واحد بدون شيء. تشوف معاملاتهم شنو؟ وتجي تخليهم بهذا الشكل. ونضغط اوكي. تمام؟ خلينا ننفذ ونشوف شو يصير، انا ما منفذها قبل هاي. اشوف السكوب. طلعت هذه الدائرة. او هذا الريسبونس اللي موجود. زين. هسه هذا الريسبونس خلينا نشوف شنو اموره. نروح منا الستايل، خليه ثلاثة، نشوف الامور شلون هي. و اوكي تمام. هسه الاستجابة بغض النظر شنو هنا موجود، الاستجابة ايش دا يصير بيها؟ تزيد وتتميل انه تقل هنا. بس من يمكن ان هذا السيستم ستيبل او نوت ستيبل؟ اي واحد عنده فكره؟ نوت ستيبل دكتور، نوت ستيبل. اوكي. لا لا لا، ليش شباب؟ ليش نوت ستيبل؟ لا ستيبل لانه خط عدل. اذا خط عدل معناته الاستجابه ثبتت. بالضبط بنتي، ما دام ثبتت معناته ستيبل، مستيبل مستقر، وانا انستيبل غير مستقر. ما دام بالنتيجه ثبتت فاذا السيستم مستقر. زين. هسه اذا واحد قال لك والله خلينا نسوي شويه تكون اتذكرها. هذا السكوب، هذا السكوب ده تشوفونه. مرات نحتاج انه نظهر اشارتين به. مثلا خلينا نقول اشاره الانبوت واشاره الاوتبوت حتى نقارن بيناتهم. اذا نروح منا خلينا نحاول، انا ما مجرب سابقا، number of x's 2، نقول له اوكي. سنجي لهذا الشرشيد ليش صار هيك. تشوفون شباب صار انبوتات 2 للسكوب هنا. يعني تقدر تجيب فد شيء ثاني وتخليه. انا شو راح اسوي؟ هذا الانبوت راح اربطه بمن؟ باليونيت ستيب. هذا الانبوت للسكوب اي شيء تريد تشوفه بالسكوب يطلع لك، فانا بدي اشوف الانبوت على السكوب واقارن ونشوف هذا. شنو هنا؟ طبعا خلينا نشوف. هذا اليونت ستيب منه وهذا الاوتبوت، بمعنى هذا الانبوت وهذا الاوتبوت. نشوف ليش صار من الواحد. تمام. تايم رينج نخلي 15 يصير. والله نجرب، حياة تجارب. اوكي يلا. فهذا ال هو اكو ما اعرف هسه هذا اذا اريد نمده بعد، خلينا نشوف بعدين مو مشكله حتى لو بتجربه ثانيه. هذا الانبوت بدا منا واستمر. هذا الحدث اللي اسميه دائما اقول لكم اكو حدث معين صار بالحياه الواقعيه. هذا الحدث هو عباره عن يونت ستيب، مطب سياره، انقطاع سلك، توقف مصعد، عطل في منظومة، صار حدث. هسه هذا الحدث مو مشكلة، قد هنا وانتهى، قد هنا وانتهى، بس احنا حتى نشوف هذا السيستم كاستجابة شكد خليناه ممتد بهذا الشكل. هذه الانبوت
الاستجابة مالته على الاوتبوت. نرجعها، تمام، هذا الانبوت وهذا الاوتبوت، فهذا السيستم حيكون ستيبل. زين، هسه هذه الهوسه شنو؟ هذه الهوسه انه الكيج جيت واحد، اذا والله اجينا وخلينا الكي اثنين شو يصير؟ داي و رن، هسه شو تقولون السيستم بعده مستقر لو غير مستقر؟ خل زيد قيمة الكي. أستاذ غير مستقر لأن قاعد يقل ويزيد. غير مستقر لأن ده يقل وده يزيد. لحظة، هذا الكي نخليها نجرب. إذا تريدون رابط التنصيب مع الماتلاب أعطوني خبر أدز لكم إياه، لأن برنامج جدا رائع. وأنا مو خبير ماتلاب، ترى شوفون ست ميقات كانت تعطيكم، بس ست ميقات أدها ظرف صحي، يعني أنا دا أنوب عنها. أنا معتاد على الماثكات، برنامج رياضي، ف يعني ملبي شغلاتي مال ماجستير والدكتوراه والبحوث وغيره، فهذه ما أحتاجه. بس يعني لين ست ميقات مو موجودة، فدا أنبش بيه شوف شكو ماكو. هسه نشوف، هسه عيني شنو رأيكم؟ غير مستقر، هذا الفوق غير ستيبل والجو ستيبل. من وياي عفوا؟ مصطفى. مصطفى، مصطفى الجو شنو هو؟ الانبوت استاذ ستيبل. احسن، احنا الانبوت ما عندنا ستيبل او ما ستيبل، هو انبوت داله، بس الاوتبوت نسميه ستيبل او نت ستيبل، صحيح؟ اذا هذا داله يونت ستيب، داله رياضيه عباره عن صفر وبعدين واحد. زين عيني، مصطفى شنو هذا الفوق؟ ان ستيبل غير مستقر. شنو السبب؟ استاذ ما يعني بي صعود ونزول، ما واصل نقطه ثابت بيها. زين مصطفى، هذا الصعود والنزول دا يقل ودا يزيد؟ استاذ دا يقل، بس يعني ما قدامنا، ما واضح انه هو واصل للنقطة انه يصير بيها خط عدل. اوكي، بس كاستنتاج طب معتبر هذا مارجينال؟ هاني يقل. منو قال لي مارجينال ستيبل؟ انا استاذ احمد خالد. احمد، ما انتم قلوا لي اسماءكم لان دا اشوف بس هذا عيني. مصطفى، هسه ارجع لك احمد. مصطفى شنو عيني قلت لي؟ ده يقل وده يزيد؟ استاذ ده يقل. ده يقل، اذا بعد فد مده احنا حتى لو ما نجي نشوف، ايش تتوقع بعد؟ اكثر يقل او اكثر يزيد؟ استاذ يقل اكثر، يعني يوصل حتى اذا موجود قدامنا يوصل الى نقطه يصير فيها عدل. احسنت، ما دام هذه القطعه من الزمن منا الى هنا، هذه القمه صارت هنا وهذه القمه صارت هنا، واكيد هنا قلت، فبحس باستنتاج هندسي حتى لو التايم او الزمن ما يكفينا او ما نقدر نشوفه، فنتوقع ما دام قلت الاستجابه فمصيره الى ستيبل، الى الاستقرار. احسنتم، فمو تشوفون بالامتحان او فشي يجيب لكم سؤال مجرد صح هنا اوسيليشن تذبذب دا يصير، مو معناته انه غير مستقر، بس انتم لاحظوا هذه القمم، اول قمتين ثلاثه بيقولون لولا، إذا دا يقلون إذا نستيبل. لكن لو هذه فرضا هذه نفس مستوى هذه، على الأقل الثانية أو على الأقل الثالثة، هذه مستواها نفس مستوى هذا، لا هنا الأمور مو تمام، مثل ما قال أعتقد أحمد مارجينال ستيبل، يظل أوسيليشنز هذا. لكن بما أنه هذه القمة هنا وهذه القمة قلت وهذه القمة أقل، فإذا الأمور نحو الاستقرار. فإذا الحكم الهندسي على هذا أنه السيستم مستقر، تمام. زين هسه هذا السيستم مستقر، احنا ننبش بالماتلاب ونشوف. زين إذا نريد شنو نريد؟ نريد كيات اثنين أو ثلاثة ونشوفهم
بنفس السكوب هذا. نشوف والله احنا شو نسوي، نجيب هذه نظللها بس هي، نسوي لها كوبي كنترول سي ونجيبها هنا تمام، وناخذ شنو هذا بالله، لا عفوا نجيب هذا كنترول سي كنترول في، اجت لنا هذه الدائره كلها حتى بالامتحان او في شيء حتى تسرع الامور عليك، ما حاجه كل ساعه يعني تضوج نفسك واحده واحده تسوي. شوف هسه هذا نفسه راح اخليه انبوت للثانيه، ماكو مشكله حلال زين. وهذا ها هذا السكوب يتحمل اثنين انبوت، فنروح لنا للسيتنج ونخلي النمبر اوف اكسس 3. صار عندنا شقد؟ 3 مقاطع. وهذا الانبوت الثالث نجيبه هنا. اما فقدنا الاتصال. زين العابدين من خارج الكلية، زين العابدين ليش ايميل من خارج الكلية؟ خلنا نطي رفض، هاي سامحنا بلكي مرة ثانية يجي. نرجع هذا الماتلاب هسه أحسن، هذا ما نحتاجه جديد. شو صار شباب؟ صارت هذه الدائرة بالأنبوت الأول والدائرة بالأنبوت الثالث، ونفسه أنا جبت خط من الستيب فونكشن وخليته هنا. عبد الله جانا، اهلا وسهلا عبد الله. هني فهذه نشوف بسم الله تترتب الامور لو لا تمام. شنو يعني هذا الانبوت الاول وهذا الانبوت الادخال وهذا الانبوت الاوتبوت عفوا مالت الدائره الثالثه. هسه هذه الكي خلينا نخليه واحد، او ليش هذه فوق هذا الكي واحد، بمعنى صارت الدائرة الأولى واحد وهذا input مجرد مباشر وهذه الدائرة الثالثة. كل شيء ما سويت سهلة جدا، مجرد copy paste ووصلتهم لهذا، ونضغط run عيني ونشوف شو اللي عندنا هنا. هذا الدائرة اللي بيها الكي تساوي واحد، وهذه هذا الانبوت ستيب فونكشن نفسه، وهذه الدائرة اللي بيها الكي تساوي ستة. شو بده يصير هنا عيني؟ بده يصير أول شيء الأوسيليشن هنا أكثر وهنا الأوسيليشن أقل، يعني الكي هنا شقد؟ الكي واحد وهنا الكي أكثر. هو ليش الكي؟ شنو هو الكي؟ الكي هو عبارة عن الجين. يعني شنو الجين؟ يعني الجين وين نستخدم؟ نستخدم بالمضخمات، بالامبليفاير لما عندك اشاره ضعيفه، البوستر مالت الانتنه مال الهوائيات يسمونه، المهم فشي يضخم لك. فمن نخلي هذا البلوك وبي رقم واحد فقط، بمعنى وظيفه هذا البلوك فقط يكبر الاشاره الداخله، بمعنى مجرد الاشاره اللي تجي منها اشاره الفرق ما بين الانبوت والاوتبوت تنضرب بستة وتجي هنا فقط لا غير تمام. هذه الستة من راح تجي هنا مثلا ستة، هذا شنو هذا الترانسفير فونكشن الكلية مالتهم، هذه مضروبة بهذه، فستة في اثنين 12، بسط في بسط ومقام في مقام 12. هذه لو وحدها مو مشكلة، لكن هذه بها فيدباك، بمعنى الترانسفير فونكشن الكلية إذا تذكرون هي هذه على واحد زائدا هذه، فهذه راح تدخل بالحدود مالت الاس، بمعنى لو بس هنا موجوده بدون فيدباك نقول 6 في 2 12، نعليها لكم 6 في 2 12 1 في المقام 1 فتصير 12 على كذا، ما عندنا مشكله. حدود الاس تشكيله الاس هي اللي تاثر على الترانسفير فانكشن، لكن بما انه صار فيدباك ف
فالترانسفير فانكشن الكليه واللي تمثل الاوتبوت راح تصير هذه على واحد زائدا هذه، تبسيط واختصارات ومدري شنو. فال12 حتدخل تنضرب بهذول، تصير عمليه رياضيه بعدين، فلذلك نشوفها تتاثر على الاوسيليشن. تمام؟ فاذا التاثير الكي على الاوسيليشن بسبب الفيدباك، معاملات الاس راح تتغير وبالتالي راح تتغير الامور. هسه هذا ستيبل لولا ايضا ستيبل، يعني بدا يقل ولو صعب هنا التكهن، لكن بدايته مو اوسيليشن فاعتقد هو ستيبل. هذه الانبوت هي اللي ترانسفير فانكشن، وهذه الكي اللي قيمتها 6، هنا قيمه الكي 1 وهنا قيمه الكي 6. انتبهوا لي زين شباب، بالامتحان اذا جبت لكم سؤال وقلت لكم نفذوا لي هذه الدائره مع قيمه كي مثلا 1 ومع قيمه كي تساوي 5، قد اقول لكم عرضوا لي اياها على نفس هذه، جدا سهله المساله. تسوي اي دائره، تربط اي دائره بهذا الشكل، تمام، وحده منهم كافي. هسه هذه لو نجيبها مجرد كنترول سي يعني نسخ هذه، كملها هذه المشكله، هاي المقرا عليها تروح زين، كمل هذه الدائره بامورك بيها، وتسوي وحده ثانيه لكن تغير قيمه الكي وتربصهم للسكوب هنا زين. السكوب هذا شلون نسوي اكثر من انبوت؟ سهله جدا، فقط نروح لهنا نمبر اوف اكسس، عدد المحاور ايش قد تريد، 3 4 5 وهكذا تترتب الامور. خمسة ولا أربعة؟ شوف شو يصير، صاروا أربعة. أربعة معناها معناته شنو؟ معناته نحتاج انبوت رابع، هذه نفسها. شوف صار، شوف هذا السكوب صار بي انبوت رابع، من سوينا نمبر اوف اكسس عدد المحاور أربعة صار بي أربعة. نجيب هذا كنترول سي اللي هنا كنترول في، نضغط برا على مود يروح تأثير النسخ بهذا الشكل، هذا ننقر عليه نلغي، نجيبه منه مو منه ونشكله هنا، لا منه نجيبه ونشكله تلقائيا هو راح يتشكل. وهذا الانبوت نفس الترانسفير فانكشن، او تريد تجيب واحده ثانيه لكن مو مشكله، نفسها نستثمرها بهذا الشكل. تمام؟ بس هذه الكي خلينا نزيدها، خليها مثلا عادي اي رقم، مثلا شنو يصير 30. هسه يجي يشوف يقول هذه دائره معقده وشلون بنيناها، بالعكس جدا سهله، مجرد سوينا اول وحده هذا السكوب والباقي نسخ لصق ليس الا. هذه نلغيها، خاف تاثر على وقت التنفيذ، ديليت. بسم الله نسوي ران اذا ما صارت مشكله. تمام. هسه شباب اريد واحد مرتب يقول لي من المستقر ومن الما مستقر ما عدا هذا الانبوت، احنا حتى لو خطا عادي شنو بدنا نتعلم احنا يعني. دكتور اخر واحد ما مستقر. من وياي عفوا؟ حسين. حسين اخر واحد يقول حسين ما مستقر، ليش حسين؟ لين صاعد. شنو اللي صار قصدك؟ اللي استقر قام يذبذب وصعد. احسن، فعلى قلت حسين بيزيد. شوف هسه هذه القمه هنا وهذه القمه هنا وهذه القمه هنا وهذه اكثر صارت، فاذا هذا هو الغير مستقر، بينما هذا اللي فوق لا. ليش؟ يعني هذه القمه تقل شيئا فشيئا وهذه تقريبا هي اخت الثابته، فهذا اللي هو فقط الجزء الاخير لما خلينا الكي 30 هو راح يكون غير مستقر. دين سؤال أو سؤال مو يعني أسألكم مرات، أسأل نفسي ليش هذا صار غير مستقر بينما هذول مستقرين؟ الجواب على هذا السؤال أنه نجي لهنا، هذا الكي دي يدخل على هذه، يعني هسه بهالحالة هنا عندنا إذا أريد نسوي لهم ذولة في واحدهم نسوي لهم ترانسفير فونكشن واحدة
هو عبارة عن 30 في 2 60 على هذا المقدار. هذه 60 على هذا المقدار بيصيرون فيدباك، يعني 60 على هذا المقدار الكلي المكافئ اللي ترانسفير فونكشن المكافئة لهذا لهذا كله، وهذا كله ينتج لنا اوتبوت، هذا كله ينتج لنا اوتبوت. فشنو يعني الترانسفير فونكشن الكليه؟ 60 على المقدار على 1 زائد 60 على المقدار، هاي ترانسفير فونكشن الكليه المكافئه اللي عندنا فيدباك. 60 على مقدار على 1 زائد 60 على المقدار، نوحد المقامات ونختصر وكذا، فهذه 60 حتدخل على الاعداد المرافقه للاس، فراح تغير بالاستجابه. فمو شرط يعني هنا صدفة أنه الستة من دخلت على هذه المعاملات غيرت الأعداد. إحنا ما عدنا يعني مو في مقام أنه نحسبها، بس لو سنحسبها مثلا يعني بعدين 60 على هذا المقدار على 1 زائد 60 على المقدار راح تنضرب وتنجمع ويصير اختصار. هذه المعاملات مع الأس راح تتغير للكلية، من تتغير راح تتغير للترانسفير فونكشن. فصدفة هنا هذه الواحد وهذه الستة غيرت الأعداد المرافقة للأسات وما خلت السيستم شنو غير مستقر. لكن من زودنا 30 وضربناها بالستين لا تغيرت الأعداد، بحيث صار الترانسفير فونكشن يؤدي إلى أنه الصورة تكون غير مستقر، راح يكون بهذا الشكل. زين عيني، فنسوي إعادة بسيطة لهذه السيستم قبل أن ننتقل للدائرة الثانية. الأساس عندنا إحنا بدينا منين؟ بدينا منا هذا جهاز لفحص العيون، جهاز لفحص العيون تم تمثيله، مو أنا مثلت لا أبو الكتاب، بالترانسفير فونكشن بهذا الشكل. الترانسفير فونكشن بهذا الشكل بيها الديستربنس هو هذا ممثل. زين سؤال، شنو الديستربنس المتوقع بهج جهاز؟ حد يعرف؟ يعني اقصد بهج اجهزة شنو اللي ممكن ما يخلي النتيجة تطلع صحيحة؟ نسميه disturbance، وده يزعج الاوتبوت، ما ده يخليه يستجيب للانبوت. فبهكذا تشكيلة ايش تتوقعون؟ اي فكرة اي شيء يعني اي شيء ببالكم يخطر؟ يعني ستروح للطبيب تفحص عينك، شنو الممكن يعيق عملية فحص العين؟ ترمش هواي. أحسنتي، واحد يرمش هواي تمام، بيصير on close للعين، on off للعين، الليد أو الرمش. زين، وبالتالي رح يعيق عمل الطبيب. مثلا أتربة موجودة على الكاميرا، مثلا الليزر ما اشتغل زين، الفايبر اوبتكس بي كراك هنا او بي فد عطال شيء معين، مثلا الكونكشن هنا ما بيشي. هذا من ناحيه الجهاز طبعا. من ناحيه المريض مثلا يرمش عينه ما تثبت، مثلا ال شو نقول الالايمنت، الالايمنت تقصد بي مم سنتر على عين المريض كذا، في حاول الطبيب يرتبه بحيث تصير الامور تمام. اوكي شكرا للاجابه. فهذا الديستربنس احنا مجرد نشوفه هنا بس بالسيستم بالسيميليشن ما راح نسوي. هذه الدائرة تمثل هذا الجهاز، هذا الكي هو جين، ومعنى الجين هو فقط عبارة عن عملية تكبير الإشارة الداخلة، ما تأثر على محتواها أو شكلها أو فد شيء، فقط قيمتها. وبعدين تدخل إلى هذه الترانسفير فونكشن الموجودة هنا. هذا الكي احنا راح نفرضه، وهذه الترانسفير فونكشن حتى لو تجيكم بالامتحان مو واحد يقول لي دكتور مثلا هذه ما اقدر الماتلاب ما يقبلها، ما راح اجاوبه، لا يزعل علي، ما راح اجاوبه اذا سالني هذا السؤال. ليش؟ يعني الماتلاب ما يقبل اقواس بهذا الشكل، وانما يريد حدود، هل قد اس زائد هل قد اس زائد هل قد سن. فايش تسوي عيني بلا زحمه؟ مجرد تضرب الاقواس وتخلي اعداد او حدود بولينوميال متعدده،
فتشي اس فتشي اس فتشي اس بدون اقواس. صار ببساطه حسبتها امي طلعت 2 على اس اس 3 زائد 5 اس تربيع زائد 4 اس. هذه كلها راح ننقلها للماتلاب. سوينا فقط اول وحده. اعتبرنا الكي واحد. ننقر هنا واحد وهنا صفر واحد. ليش خليت صفر واحد؟ بمعنى كأنه عندي صفر اس زائد واحد. اقل شيء هذا يمكن. والله اذا واحد سوى هذا الشيء خلينا نجرب. يبقى واحد. شكو اصفار تخلي هنا؟ المهم اخر حد اللي تريده انت واحد حتى تترتب الامور. احكي على هذا. هو باقي واحد، شو ما تخلي هنا معناته هنا شنو معناته؟ معناته صفر اس تربيع زائدا صفر اس زائدا واحد. تمام؟ وهذه الفوق واحد نفسه. وجبنا للسكوب ونفذنا وشفنا الاستجابه بهذا الشكل. هذا السكوب به خاصيه. طبعا ورا نبحوش به ونشوف. الجنرال هنا نمبر اوف اكسس ايش قد تريد اشارات ممكن انه يستوعب. انا خليت مثلا اذا واحد راح يصير واحد فقط وتروح ينفصلون ذكول. أربعة أربعة وهكذا. فخلينا العدد اللي نريده بحيث صار أكثر من أوبوت. وبعدين سوينا ران. فهنا فقط مجرد number of axes نزيدها راح تترتب الأمور. زين شنو بعد؟ يلا بعدين نقول شنو بيخاف تربطون. زين عيني. سويت سكوب أبو 2، سويت number of axes هناك 2. وجبت من نفس الانبوت وخليته هنا حتى اشوف الانبوت شنو والاوتبوت شنو بهذا الشكل. ما دام الانبوت صفر فماكو استجابه، بس يبدي الانبوت الحدث يبدي الكنترولر يشتغل. يعني الكنترول مو دائما باغلب الاجهزه مو دائما شغال، وانما من يصير حدث يسيطر على الجهاز. شلون جهاز الانذار؟ جهاز الانذار مو دائما مشتغل. من يصير فد شيء معين اختراق او فشي يبدي يطلع صوت او كذا او اشاره او ما. نفس الشيء هنا الكنترول ما مشتغل. من بدا الحدث المعين عطال فشي هذه بدت الاستجابه تتضح بهذا الشكل. بغض النظر شنو الاستجابه. زين عيني. شفنا السكوب هنا. وهذه نفس الاثنين اس اس 3 زائد اس 5 اس تربيع زائد 4. شلون سويناها؟ اللي اجانا متاخر. كم حد عندنا هنا؟ 3. لكن العدد الكلي للحدود اللي المفروض نخليها هنا بالمقام هو أعلى أس زائد 1. عندك 5 إذا 6 هنا. عندك 3 4 هنا. إذا عندي 4 أرقام لازم تنكتب هنا عيني. إذا هذه الأربع أرقام شنو هم الأرقام ذول؟ هم معاملات الأسات لهنا. وأي أس مختفي ما موجود نخلي بداله صفر. يعني هنا لو فرضا الاس تربيع مو موجوده نخليه صفر. يعني شنو مو موجوده؟ يعني هسه واحد يسال سؤال، لو فرضا هنا بس اس اس 3 موجود، فقط اس اس 3 موجود، ومعناته حد واحد عدد الكلي للارقام هنا هو اعلى اس زائد 1. اعلى اس 3 زائد 1 المفروض اربع ارقام هنا. الاول الاعلى اس وشيئا فشيئا ينزل. الأرقام اللي موجودة هنا، الأرقام عفوا الموجودة هنا هي نفس الأرقام اللي موجودات بالأس. مدام بس أس أس 3 فرضا، إذن بس هو واحد والباقي صفارة. بس إحنا أعلى أس 3 زائد 1 4، إذن عندي أربع أرقام. شنو ذول الأربع أرقام؟ معاملات الأسات. الأس أس 3 1، هذه مضروبة بخمسة، وهذه مضروبة بأربعة، وهذه ما موجود شيء فنخلي صفر. وبهكذا شكلناه بهذا الشكل وشفنا الأوتبوت. خلينا السكوب أبو 2، سوينا number of axes 3 زين، و شفنا النتيجة. بعدين كل ما سوينا هذا الجزء شوي يعني تكون لطفا دقيق بحيث تظل بس الشيء اللي تريده. كوبي كنترول سي كوبي بالكيبورد تنطيك، كنترول في تنطيك نسخ لصق عفوا، وتخليه هنا ونجي نشكلهم ذولا بكل بساطة ونجي نشوف. أنا انتبهت الشيء ما أعرف هسه هذا 10 هنا. إذا أخليه 20 شو راح يصير والله؟
نجرب نشوف. بسم الله. صار شيء ولا ما صار شيء؟ ها، منو الساعة؟ قال لي أحد الإخوان، قال لي على هذا ما مستقر. ليش؟ لأن كان لهنا للعشرة، بس إذا امتد الزمن أكثر راح يتضح أكثر أنه نمت ستيبل. شوف يعني هذه ما كانت موجودة هنا، لحد هنا أعتقد، يمكن ما أتذكر، لحد هنا وتنقطع. ليش؟ يعني السيميليشن مخليني للعشرة، بس من خليناها، والله بصت ثواني أشرح لكم شفتها. هذه الرقم هذا شباب، هذه شنو؟ بعدين نشوفها. هذا الرقم 20 يعطيك امتداد الزمن ايش قد تريدها تمتد. يعني اذا فرضا انت مشي الاوسيليشن ما كفت انه تقرر ستيبل اون ستيبل، بس غير هذا الرقم، نخلي 30 شو يصير؟ بس اعتقد مده التنفيذ حتزيد شويه. بسم الله. شوفوا عيني هسه مبينه كلش تمام. هذا مستقر بالكامل، هذا الانبوت مالتنا، وهذا يمكن مصطفى من ساعة حكى وياي كان لهنا فقط، وقال مصطفى انه غير مستقر، او جزء حتى انا من اشوفه اقول غير مستقر. ليش؟ لان هذه كانوا قريبات على بعض، ما عندنا استجابه ممتده. لكن من غيرنا الزمن بحيث تمتد لمسافه زمنيه، مسافه زمنيه غلط، ما مسافه زمنيه، لزمن اطول عفوا، شوفوا صار ثابت والامور تمام. هنا بين مستقر 100%، وهذا بين دا يزيد 100%. تمام تمام زين. يعني هسه هذا اجى واحد قال خمسة، معناته شنو؟ خمس اوتبوتات عندنا، عندنا فد شيء هنا لازم. نجيب هذا كنترول سي كنترول في، نوي هذا، ننطر بالخارج، خارج رسم على مود يروح، ينفع هذول او احدهم. هذه هنا نجيبها هنا. نفس الترتيب، مو من نانج شباب، من هذا لا، من السكوب مشكله، والانبوت نفس الشيء من هذا ايضا يتشكل هنا، ماكو مشكله. وهذا الكي نخليه فد 50، ما راح نخسر شيء، نشوف الامور شلون تصير. سوي ران، شوف السكوب. بسم الله. ايضا غير مستقر مثل ما واضح هنا، يبدي غير مستقر. اذا شو بنستنتج؟ الكي اله رينج من كذا الى كذا، السيستم مستقر. خارج الرينج مثلا الكي اكبر من واحد، اكبر من واحد واصغر من خمسه فرضا، يعني بين الواحد وبين الخمسه السيستم مستقر. تمام، اصغر من الواحد واكبر من الخمسه السيستم غير مستقر. اذا احنا بيا شابتر بالكنترول، شابتر رقم أربعة اللي هو شو اسمها، من الشيطان، راوت كريتيريا. بعدين حنجي بالتمارين سؤال اوجد رينج الكي اللي السيستم يكون به مستقر. طريقه سهله جدا، بس تابعني بالمحاضره زين. رينج الكي، مدى الكي اللي بيه السيستم يكون مستقر.
نقدر بعملية بسيطة سهلة بس انتباه، نقدر نخلي نستخرج قيمة الكي اللي تخلي السيستم ستيبل أو نت ستيبل، زين عيني. لكن هنا عمليا شفناها أنه مثلا إذا الكي واحد أوكي، الكي ستة أوكي، لكن من سويناه 30 صار السيستم غير مستقر، 30 فما فوق، إذا أكو رينج بين الواحد وبين ما نعرف ايش قد نفذ 6 7 10 الا بالتجربه يعني. نقدر نحسب عفوا اكو رينج للكي من قيمه الى قيمه السيستم يكون به مستقر، غير ذلك ما راح تكون الامور تمام. وين راح تفيدنا؟ تفيدنا بالتصميم، مو بعيده عن ربك سبحانه وتعالى. يوم من الايام تشتغل بشركه وتكون انت ديزاينر او بالار ان دي ريسيرش اند ديزاين، ويطلبون منك تصميم كنترولر ورينج الكي. الكي هنا اما مضخم، هيدروليكي، كهربائي، الكتروني، ضوئي، جهاز طبعا يكبر الاشاره. وردت تشوف قيمه الكي اللي تاثر على الديزاين مالت السيستم. يعني واحد يسال شلون؟ يعني هذا السيستم يستجيب بصوره مستقره اكثر من هذا السيستم. يعني هذا شويه شويه وبعدين تستقر، لكن هنا لا، الامور مباشره تستقر حسب السيستم اللي انت تريده. هل تريد السيستم بعد الحدث يستجيب شيئا فشيئا ويستقر؟ تريده يستقر بصوره سريعه؟ تريده بصوره بطيئه؟ يعني مثلا شنو عندنا؟ دبلات السياره، يعني من صارت مثلا طسه او فتشي شويه شويه يصير اهتزاز صعود ونزول لما ما يستقر. بينما هنا قد يكون لا حاد شويه، يعني واحد راكب له مثلا سايبه هنا، ناس سايبه مو، وهنا الاوباما، يعني انا عندي اوباما زين. فهنا الامور سموث اكثر نعومه من هذا. شو اللي اثر هنا؟ ليش هذا صار؟ هذا الاعداد المرافقه للاسات اتغيرت، والاعداد المرافقه للاسات يأثر عليها الجين اللي هو الكي، وأكو شيء ثاني يأثر عليها المادة المصنوع منها الدبل، الهيدروليك اللي داخله، هل هو هيدروليك أم غاز؟ تعرفون اللي عنده سيارة يعرف هذه الأمور. المعدن اللي مصنوع من الدبل كلها تأثر بحيث تنطيك الاستجابة الشيء. فإن شاء الله بالمستقبل قبل الإنتاج من ينطوك هيش مهمة، تقدر من خلال الماتلاب تعرف، تعرض الامور ويجي واحد يقرر او انت تقرر، يقول الاستجابه اريدها بهذا الشكل، اكثر نعومه روح غير بالكي وشوف وارجع لما ما الامور تكون مستقره. تمام شباب، الامور واضحه يعني؟ اي سؤال اي استفسار؟ منو عنده اعتراض؟ منو عنده سؤال على الموضوع؟ إذا في هذا الموضوع تعلمنا شلون ترانسفير فونكشن عملية سوينا لها سيموليشن، تمام؟ وشون السكوب نخليه أكثر من مرة، يعني أكثر من أمبوت. يعني إن شاء الله بالامتحان في اليوم أقول لك أعرض لي الأمبوت والأوتبوت، المفروض تعرف شلون نسوي الأمبوت والأوت. مجرد السكوب تروح تسوي number of axes حسب الأوتبوت اللي تريده، عدد البورتات، وبعدين شو اسمه تنفذ الدائرة والأمور تمام. زين، وعرفنا يمتى السيستم يكون مستقر ويمتى غير مستقر، وعرفنا شلون الزمن نخلي يمتد أكثر على مود نعرف بالنهاية الاستجابة حتصير مستقرة أو غير مستقرة إذا ما قدرنا نستنتج. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقكم لكل خير. بس نأخذ الحضور على السريع. عندنا سلام موجود؟ نعم دكتور موجود. أكيد ما أنا عسيت شيء. لا لا أكيد. سلمنا على استاذ نور يمك. غفران موجوده؟
نعم استاذ. اهلا وسهلا صاحب، وانت نعم خير استاذ. صاحب ان شاء الله. زينب نعم استاذ. موجودة، حنين، حسين، نعم استاذ. حنين، حسين، أمير، موجود أمير، أمير ويانا، أمير مو موجود، محمد باقر، محمد، نعم أستاذ موجود. حياك الله محمد. كوثر نعم أستاذ. موجودة، دعاء، نعم أستاذ. من عندنا حسين علي، حسين نعم نعم دكتور. حبيبي، مرتضى موجود، موجود أستاذ. أهلا وسهلا مرتضى، أهلا. أكيد. مرتضى، مصطفى، نعم نعم دكتور. حبيبي مصطفى، مصطفى موجود، إسراء نعم أستاذ. موجود، زهراء نعم أستاذ. موجود، فاطمة، مشتاق نعم أستاذ. نعم أستاذ. موجود، وأخونا الوردة مؤمل، مؤمل موجود، موجود، عندنا كد واحد هنا، من وصحنا؟ أستاذ أنا على حيدة. علي حيدر، يا أهلا وسهلا علاوي. دكتور أني فاطمة هاشم. فاطمة، هاشم، أستاذ أني فاطمة فاضل. فاطمة، فاضل، عبدالله أيوة، شنو أستاذ؟ عبد الله موجود، زين العابدين، نعم دكتور. زين العابدين شنو من الساعة من غير ايميل بتدخل؟ استاذ متى تطلع يعني من ادخل يعني من العفو من ايميل الصفوة؟ اي مدى يدخل من يمي؟ يعني حاولت بيه حتى المحاضرة اللي قبلها، قال دكتور لطيف راسلني، فهسه ان شاء الله راح. حبيبي حياك الله. الحسين، نعم استاذ. حياك الله حبيبي، زين. محمد ماجد، نعم استاذ. اهلا وسهلا. محمد قيس، ابو جاسم، نعم دكتور. حياك الله قيس. منو شباب؟ خماني نسيت. سيف، سيف موجود، سيوفي وينك يا معود؟ غفران، نعم استاذ. اهلا وسهلا بابا. منو شباب مصحت اسمه؟ دكتور سجاد عدنان. سجاد، يا اهلا وسهلا سجاد حبيبي، شرفتنا. حنين خالد استاذ. حنين، حنين، منو بعد تبارك شباب؟ ليك. تبارك، اهلا وسهلا بابا. اوكي شباب، هو ما نسيت واحد عيني. دكتور فاطمة باسم. فاطمة باسم، من وعد عيني، ما نسيناه عيني. شكرا جزيلا لكم شباب على حضوركم، نورتونا وشرفتونا، والله يحفظكم ان شاء الله. نسيت اقول لكم كل عام وانتم بخير، واسعد الله ايامكم، والله يحفظكم ان شاء الله، ويسعد ايامكم ويوفقكم ان شاء الله، سلامتكم وسلامه الاهل. انا ممنون لحضوركم وشكرا جزيلا، الله يحفظكم جميعا ان شاء الله. ربي يوفقك دكتور، حياكم الله. بعد خير استاذ.